ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنتعرف مع بعض على حرف جديد من حروف الابجدية، هو حرف الميم. تعالوا مع بعض نرحب بحرف الميم ونتعرف على الكلمات اللي بيجي فيها الحرف ده. اول صورة معانا صورة الاستاذة اللي بتدرس لنا في المدرسة، يا ترى اسمها ايه؟ معلمة. المعلمة هي اللي بتعلمنا كل الحاجات النافعة، وهي الكلمة بتبدأ بحرف ايه؟ بحرف الميم. تعالوا نشوف الصورة التانية. الصورة دي صورة حاجة ربنا انعم علينا بيها، بنطحنها ونعمل منها العيش، اسمها ايه؟ حد عارف يا اصحابي؟ قمح. شطار. حبوب القمح هي اللي احنا بنطحنها ونعمل منها العيش. كلمة قمح فيها حرف الميم في الوسط. طب الصورة دي اظن كلكم يا اصحابي شطار جدا وعارفين ان دي حاجة احنا هنا في مصر مشهورين بيها، وهي الهرم. كلمة هرم كلمة في اخرها حرف الميم. تعالوا مع بعض نشوف التدريب دوت. عايزين نكتب الحرف الناقص من الكلمة. الكلمة دي ناقصة حرف، والصورة قدامنا هي حاجة احنا بنستخدمها عشان ننشف بيها وشنا او ايدينا او نمسح بيها انفنا من الاتربة. عرفتوها؟ منديل. شطار يا اصحابي. كلمة منديل بتبدأ بحرف الميم. طب ده تدريب ليكوا انتوا، وروني شطارتكوا. عايزين نحط حرف ناقص في الكلمة دي. دي حاجة كل يوم بتطلع تنور لنا الدنيا وتدينا الدفء والحرارة. عرفتوها؟ جاوبوني عليها وقولولي لما قابلكوا تاني.